اهلا بكم متابعينا الكرام في بث جديد وتغطيه جديده من داخل محافظه المنيا، بنرصد من خلالها حصاد محصول فول الصويا. فول الصويا من المحاصيل المهمه اللي بتتزرع بمساحات كبيره في محافظه المنيا. وصل اجمالي المساحات المزروعه هذا العام ل 72,000 فدان. تم حصاد يعني مساحة كبيرة من المحصول، ولكن مازال المزارعين بيواصلوا عملية الحصاد. فول الصويا بيدخل في العديد من الصناعات زي صناعة أعلاف المواشي والدواجن، كمان بيدخل نسبة كبيرة في صناعة الزيوت زي زيت الطعام. محافظة المنيا هي المحافظة الوحيدة اللي بتشتهر ما بين محافظات مصر بزراعة بتتميز ما بين محافظات مصر بزراعة فول الصويا بمساحات كبيرة. وصل إجمالي المساحات ل 72,000 فدان ما بين أراضي زراعية وصحراوية. هناخدكم في جولة وهنعرف طريقة الزراعة لحد الحصاد زي ما حضراتكم شايفين في طريقة الحصاد. شغل يدوي يعتبر في الحصاد. يمكن المحاصيل الأخرى زي الرز والقمح بتدخل فيها الآلات الحديثة أثناء مراحل الحصاد، ولكن فول الصويا ما ينفعش فيه غير الإيد العاملة زي ما حضراتكم شايفين. عمال يوميًا بيوصلوا شغلهم من الساعات الأولى من صباح يعني بعد صلاة الفجر، بيبدأ المزارعين يسعوا على لقمة عيشهم بالحلال ويبدأوا عملية الحصاد زي ما حضراتكم شايفين. ازيك يا معلم، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. الله يخليك. الحمد لله. كلمنا عن فول الصويا، بدايه من الزراعه، ايه المراحل اللي بيمر بيها؟ اول حاجه بنخدره، بعد كده وقت بنعزله وكنا سلته، بعد كده وقت من وقت سايبينه 40 يوم عشان يتم زحفه. نرمي الطماط بتاعه ونسقيه وياخد له رشتين وزي ما انت شايفها. العمر بتاعه كم شهر في الارض؟ 3 شهور. 3 شهور. الانتاج بتاعه بيتراوح ما بين قد ايه؟ يعني مثلا الفدان بيجيب حوالي كام؟ الفدان يجيب له طن ونص. طن ونص. طن ونص، 2 طن. تمام. السعر السنه دي يعتبر، السنه اللي فاتت سمعنا اسعار يعني في الفول الصويا وصل لحد 40,000 و45,000، السنه دي الاسعار عامله ايه؟ السنه دي لسه الاسعار بالنسبه لنا دلوقتي 23. 23,000 الطن. الشغل بتاعه ما ينفعش يعني، يمكن القمح والرز والحاجات دي بيستخدم فيها الحصيد بالمكن، لكن فول الصويا ما ينفعش، لازم بالشغل بالايد كده. لازم، ايوه لازم بالرجال. الشغل فيه بيبدا من الساعه كام؟ يعني انت يومكم هنا بيبدا من الساعه كام؟ من الفي، بعد الفي على طول. جماعات مثلا ده كل شوق. من خرم الاديب. يعني ده ما ينفعش فيه حصاد وقت الـ مثلا النهار عادي، لكن ده كده شكل الفول زي ما انت شايف. ايه شغل شيء. بتعرف ازاي ان كده خلاص؟ طب والمحصول عايز يتحصد؟ هات مصفر كده اهوتي، تعرف طار. هات مصفر. يعني ده كده، ده اول علامه ان انت بتعرف ان المحصول طب من بدايه ما يبدا يسفر. على طول. تمام. يعني زي ما الزرعه هي، اللهم صل على النبي، زرعه نظيفه حلوه ومية مية وكلاتها تمنيه وصورها. اليوميه بتبقى كام مثلا؟ يعني انتوا بتشتغلوا باليوميه ولا بالفدان؟ لا باليوميه. اليوميه كام؟ اليوميه حاليا دلوقتي عامله 150.
150 جنيه. بتبدا من الساعه كام تخلص كام يعني مثلا؟ أه؟ انت بتبدا من بعد الفجر لحد الساعه كام كده؟ لين مثلا نصلي الفجر ونطلع لحد مثلا 9 9:30 9:30 هل ب... 9:30 هل بيستخدم فول الصويا في العلف المواشي يعني مثلا زي الذره الصفراء بتستخدموه كمزارعين في العلف ولا بتبيع المحصول وبتشتري بيه؟ لا دوت بالنسبه تجيل كل الزيوت هو بيتخلط كيعني مكمل اللي هو الصويا تجيل ما ينفعش يبقى علف صافي ليه هو نظيف تجيل يتخلط على الشمل يعني انت بتتم اللي بتخلي لك بتخلط على نسبه بسيطه يعتبر هاي تاخد منه نسبه بسيطه تمام الف شكر لك شكرا يعني زي ما حضراتكم شايفين بيوصلوا المزارعين عمليه الحصاد محصول الفول الصويا من المحاصيل المهمه اللي بتتزرع بمساحات كبيره في محافظه المنيا وصل اجمالي المساحات ل 72,000 فدان في محافظه المنيا. محافظه المنيا بتحتل المركز الاول في زراعه فول الصويا زي ما حضراتكم شايفين هنا. العمال والمزارعين من بعد الفجر بيبداوا عمليه الحصاد. يعني فول الصويا من المحاصيل اللي يعتبر التعب فيها كتير والشق فيها كتير نظرا لشغلها يعني بيكون يدوي كلها زي ما حضراتكم شايفين. الكل هنا بيشارك سواء الكبار او الصغار يعني بيكون موسم خير للجميع. الكل هنا شغال والكل هنا بيحاول يشتغل بكل مجهود يعني بيكون موسم خير للمزارعين ولاصحاب الاراضي. الشجعة في الفول الصويا هل بيكون يعني برضه معاكم في الحصيد بعد الحصيد المرحلة الثانية اللي بتكون بعد الحصيد؟ بعد الحصيد بنلمه نغمي الاخوان وبعد كده هو بنقومه ونروح نغسله. يقعد كم يقعد كم يوم كده في الارض؟ ده بيقعد من 10 ل 12. هنا المنيا يعتبر اكثر محافظة بتزرع فول واكثر مساحة موجودة السنة دي في محافظة المنيا. اه تمام. كلمنا علي يعني ايه الاستخدامات اللي بيستخدمها تاني غير العلف والزيت يعني كده؟ الزيوت وكل حاجه. يعني ده اللهم صل على النبي برضه دخل في حاجات كتيره. عايزين نشوف شكل الحبه بتاع الفول الصويا كده نفسه يعني الحبايه نفسها. ده كده منظر الحب بتاع فول الصويا ده كده يعتبر خلاص كده طاب طاب يعني زي ما بتقولوا يعتبر كده المحصول طاب. يعني زي ما حضراتكم شايفين رصدنا مراحل حصاد فول الصويا. فول الصويا من المحاصيل المهمة اللي بتتزرع بمساحات كبيرة وصل إجمالي المساحات المزروعة داخل محافظة المنيا ل 75,000 فدان داخل محافظة المنيا. محافظة المنيا بتحتل المركز الأول في زراعة فول الصويا. بيدخل فول الصويا في العديد من الصناعات نظرا لاستخدامه في زيت طعام وكمان بيدخل بنسبة 30% من صناعة أعلاف المواشي والدواجن. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا الشغل فيه بالعمالة اليدوية ما بيتمش في الحصاد بآلات الحصاد الحديثة اللي بيستخدم في المحاصيل الأخرى. يعني مثلا لو اتكلمنا على محصول زي القمح أو الرز بتستخدم في آلات الحصاد الحديثة ولكن هنا في محافظة المنيا عمال اليومية بيشجوا بيتعبوا من أجل تحقيق
يعني عائد مادي كويس من فول الصويا. ده منظر فول الصويا يعني زي ما حضراتكم شايفين. هنا منظر الجرون نفسها كده بيتم حصاد المحصول وتنشيره، بيتم حصاد المحصول ده بعد ما بتسيبوه في الارض كده. بتدرس ازاي؟ بتدرس ازاي؟ احنا نحصد يقعد 5 أيام 7 أيام بعد كده نغمر. نغمر وبعد كده نلمه. ازاي يتغمر؟ نغمر كده كده. ده كده اسمه تغمر كده. يقعد 4 أيام. بعد كده تلم كوم وتيجي الدراسه تدرس. يعني بتدرس بالدراسه نفس الدراسه بتاعت القمح هي هي. هو السادة صح. زي ما انت شايف. شايف العود عامل ايه؟ يعني احنا حصدنا في زرعه عشيه. الصحابه بينهم فغاره ولا ايه؟ ما كانش فيها الشغل ده. ما الله يبارك له زي ما انت شايف. بص القصر عاملين من اول لاخر. ده طولها حوالي ازيد من متر كده. ايوه احسن من متر. طولها احسن من متر كده. دي كده مراحل حصاد فول الصويا. يعني زي ما حضراتكم شايفين هنا الشغل بيتم بالعمالة اليدوية. بتبدأ مرحلة الحصيد، يعني أول ما بيبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده الجرون بتسفر كده. ده كده يعتبر المحصول طاب. الشغل في محصول فول الصويا بيكون يدوي وبيكون بيتم يعني بعد مرحلة حصاده بالشكل ده بيتم تنشيره أو تركه في الأرض لمدة 15 يوم أو 10 أيام على حسب حالة الجو حالة الطقس. بعدها بتستخدم دراسات الجمح، الدراسات الزراعية والجرارات الزراعية في الحصاد. بيعتبر محصول فول الصويا من المحاصيل المهمة اللي بيقبل عليها على زراعتها المزارعين، نظرا للمكاسب المادية اللي بتحقق ربح للمزارعين. يعني الأسعار وصلت في العام الماضي ل 43,000 جنيه، معدل إنتاج الفدان ما بين طن وربع لطن ونص. يعني محصول مش مكلف، بيوفر في الري وبيوفر في الأسمدة. يعني محصول من المحاصيل المهمة اللي بيدخل في صناعة الأعلاف بكميات كبيرة، وكمان بيدخل في صناعة الزيوت. لحد هنا نكون وصلنا لنهاية البث المباشر. انتظرونا إن شاء الله في بث مباشر جديد وتغطية جديدة من داخل محافظة المنيا.